بعد أن باشرت الشركة المنفذة لمشروع النفق المغمور أحد مشاريع ميناء الفاو الكبير وعبر الحفارة سي اس بعمل شق بحري أو خندق داخل قناة خور الزبير بمعدل عمق يصل إلى أكثر من 30 متراً. تم وضع القطع العشرة المكونة للجزء المغمور من القطع الخاصة بنفق البصرة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير في هذا الخندق، حيث سيتم تثبيتها في الأماكن المخصصة لها، ليتم بعدها عملية الدفن بواسطة الرمال طبقة أولى وطبقة من الصخور لحمايتها من اصطدامها بالسفن. مقطع فيديو مصور يوثق اللحظات الأولى لغمر النفق والذي تفاعل معه المدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.